قطعت علاقتي فيهم يفشلون. وش خصوصيات؟ ما بيننا خصوصيات يا عمشه. قفلت الدرج. صح، عيب عيب والله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونكم؟ اخباركم؟ شيبانكم؟ ورعانكم؟ اخوانكم اخواتكم احفادكم طيبين؟ تفضل يبا. الله يرحم والديك. بسالك انا، هذا البرحي حصاد السنه ولا ما السنه اللي فاتت؟ حصاد السنه. حصاد السنه هذا؟ اي نعم. بس ليه مرطب يعني؟ وكذي حصاد السنه هذا. لا يا ابن الحلال، انت انا والله استغرب منكم يا اخوي. اذا مو حصاد السنه قول مو حصاد السنه. ما يحتاج اكذب عليك. لا تخشون العالم يعني. حصاد السنه ما يحتاج اكذب عليك. خلاص يا رجال خلاص، ايش فيك؟ رجلي ترى طير على قده يا بنت الحلال. شوفي يا عمشه، الخلال مرطب. قول يا رجال ايش فيك؟ فشلتنا قدام الناس تصارخ، تعالي بنشتري، تعالي بنشتري. اخر شيء جايبني عند محل تمر، احس بتوديني محل ذهب. خلاص تبين محل ذهب اوديك. ايش فيك تصارخ قدام الناس؟ ايش فيك؟ وش قلت انا الحين؟ الحين انا سكت، قلت انا غلطان، وانت كلمت قلت وش تامرين فيه؟ عمش انا حاضر خلاص. اي خلاص لا تسوي شيء، طلعني انا الغلطانه. خلاص يا بنت الحلال. انت المسكين. خلاص يبقى انا الغلطان، وين تبي نروح؟ نروح محل الذهب. خلاص يا بحيل نروح محل الذهب، اوكي. بعدين نرجع ناخذ. لا نروح البدريه ومحمد. وهذا ما تبي منه؟ لا ما نبي منه، ما نبي. ليه؟ مرطب. اجل يلا. يلا. يلا سلام. المهفته مالت تمر، ما في. اي صح هاك. مرطب. اجل خلينا نروح محل الذهب. يقولي بدرية شوفي من الفضاء وقشرة والبنك. اي والله شوفي شوف شوف. اي بس حق من مقشرهم؟ اقول انت ليش واقف في المحل؟ ترى ضيت، روح. انت قاعد تكلميني؟ انت بتوكل البيت؟ لا خلاص روح اطلع برا. تعال قاعد عود. لحظة محمد، تعالي 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 انت تعالي يا منقوزة. انا ما لي شغل ترى. يما ابي هذا. لا بس يا البطة، بس اشتاكين بسكوت بس. ان شاء الله ان شاء الله يما. خلي عندك المحل. زين وش نجيب لدليل؟ إيه زعفران زعفران زعفران. اي اخاف انت بخاطرك. لا بدري يبي زعفران حق الشاي. زعلانة يا بنت الحلال، ترى والله الزعل مو بزين، ما هو بزين لا بصحتك ولا للجاهل حتى. العلم يقول الزعل مو زين، لا الواحد ينام هو زعلان ولا يتعامل مع أهله هو زعلان. أنا باخذ بطانيتي وبروح أنام عند بنتي جويري. أنت مصدقش ولا تغشمرين عمشة؟ يعني لهالدرجة أنت شايلة بقلبك علي؟ لا والله ما تروحين. شو تقول بنتك؟ زوجها طاردها؟ لا أنا أخذ بطانية وأروح تحت أنام، بعد شو أسوي؟ عادي أنا ما يهمني كلام الناس، خلي يقولون اللي يقولونه، خلي يقولون طاردته، وش فيها يعني؟ ترى عيب يا عمشة، عيب الرجال يطلع زعلان ويقول عنه زوجته طاردته، وين قاعدين احنا؟ صح عيب، عيب والله، خلاص أنا أخذ البطانية وأروح أنام عند بنتي. يا ليل الليل، خلاص يا بنت الحلال، والله ترى كبرتيها وهي صغيرة، خلاص أنا أخذ البطانية وأنام تحت وأمري لله، المهم أنت لا تزعلين، خلاص، ليه تكبرين الأمور؟ تصبحين على خير. نجيك الخير. حميداب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك يا عمشه؟ خرعتيني. وش تسوي يا رجال؟ ادور. ما شفتي كفر تليفوني؟ والله كفر تليفونك بالعلبه. يا بنت الحلال تبين الصحيح؟ انا بعرف سالفه العلبه هذه. ما يصير ما يصير يا حميدان، خصوصيات الناس بتعدى عليها عيب. وش خصوصيات؟ ما بيننا خصوصيات يا عمشة، أبي أعرف من حقي أعرف وش سالفة العلبة هذه. لا أنا إنسانة عندي خصوصيات، وأنت تعدى على خصوصياتي، حطها بالدرج. ترى والله تجرحيني هالشكل، إحنا بين أنا أمانة، أنا في شيء مرة يعني دسيت عليك شيء، أنا واضح معاك. حميدان حط العلبة من إيدك. شوفي أنا بحطها وعد الليلة على خير، بس بكرة لازم أعرف شو السالفة. من أهل الخير. أقول عمشة متى بترجعين من الدوام إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توني ما داومت، تونا نقول بسم الله يا رجال. يعني أقصد بعد ساعة ساعتين نص يوم آخر اليوم. وانت اي واحدة فيهم تبي؟ والله انا ودي انت بين الصحيح، ما ودي حتى تروحين، بس ما ابي اخلي بخاطرك شيء،
بعد تدرين أنت مرة وراك بيت وراك ولد وزوج. زين زين بقول لهم. وشل الزيت وقفلتي عليه هذا؟ إيه قفلت الدرج عن الناس الملاقيف الواجد اللي يدخلون بخصوصيات الناس. ناس الملاقيف واجد ويدخلون بخصوصيات الناس؟ إيه إلا جديدة هذه. أجل الناس هذه ما تطفلت يعني، هذه مو عادين نفسهم غرب، لو عادين نفسهم غرب كلامك يكون صحيح. إلا غرب ومسمياتهم في التاريخ والحياة الإنسانية ملاقيف. والله الناس هذه لو عادة نفسها غريبة ما كانت سوت السالفة هذه. حسن من باب الميان ومن باب أن ما في بينهم حواجز. إذا كان في حواجز خلنا نعرف. هذه تمسني ولا؟ شوف العيال يسوونها. وأنت أي شيء تشوفينه تغلدينه؟ سوي الشيء الزين، سوي غلدي هذه. عمش إيش فيك؟ شفتيهم؟ دلال وعامر؟ لح الثاني. اي انت ما عمرك قلتي لي ان عندك اخو واهل. اصلا انا ما بيهم، انا يوم تزوجت ابو جزاع الله يرحمه قطعت علاقتي فيهم يفشلون. هم شنو مشكلتهم؟ مشاكلهم واجد، مشاكلهم كبيره وما تخلص، لكن رب العالمين احب الستر. حطي عليهم شروط. ليه عروس انا احط شروط؟ سمعي كلامي، أنا أعرف بهذه الأمور. يبي ورقة وقلم وكتبي شروطك، اللي يبي يقعد ببيتك يلتزم بالشروط ولا يتفضل. والله أنك فطيني يا نويل. يبي ورقة وقلم. روحي روحي. وين أروح؟ خلاص روحي أنت الحين روحي. أنا أحب الشراحة والبراحة لما أفكر، وبعدين ما هي بعد لأنا وياك قاعدين هني ومخلين الناس برا، ما يصير صح؟ يصح عرس ولدي؟ إيه حط شروطي.